معانا دلوقتي عبر سكايب ليونيل بونيتش مدرب الاتحاد السكندري السابق وايضا مدرب سبورتنج لشبونه الاسبق، واحد من المدربين البرتغاليين الكبار. نتشرف بتواجده معانا في هذه الفقره. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. أشكرك، شرف لي أن أكون مشاركا في هذا البرنامج، وأنا أتابع الدوري المصري والفرق المصرية، وإنه لشرف وسعادة كبيرة أن أكون ضيفا في برنامجكم. بمناسبة متابعتك للدوري المصري، قبل الحديث كمان عن نهائي دوري أبطال أوروبا، هتحدث معاك عن نهائي دوري أبطال أفريقيا، المواجهة التي ستجمع النادي الأهلي بنادي الوداد المغربي يوم 30 من هذا الشهر الجاري. هذه المواجهة من وجهة نظرك هل الأهلي فيها أفضلية؟ أعتقد أن هذه المباراة ستكون مباراة قوية جدا، هي المباراة النهائية. أعتقد أن الأهلي لديه الشروط المناسبة للفوز بهذه المباراة، هذا الدوري الإفريقي، ولكنها بالطبع منافسة قوية، ولكن الأهلي لديه فرصة للفوز بهذه المباراة، فهو أحد أكبر الفرق في إفريقيا، وبالطبع أعتقد أن الأهلي أكثر قوة من فريق الوداد. ده عن نهائي دوري أبطال أفريقيا. أما عن نهائي دوري أبطال أوروبا، مواجهة كبيرة تجمع ريال مدريد مع ليفربول يوم السبت القادم إن شاء الله. كيف ترى هذه المواجهة وفرص الفريقين في الفوز بها؟ هذه مباراة ستكون بنسبة 50 فرصة الفوز فيها 50% لكل فريق. بالطبع من الطبيعي، تعلم أن هناك لاعبون جيدين، ولكن هؤلاء اللاعبون يلعبون مع بعضهم البعض منذ وقت طويل، ومنذ وقت طويل هذان الفريقان، هناك مودريتش، وهذه تعتبر ميزة كبيرة، وهناك أيضا ميزة في الخطوط الدفاعية. أعتقد أن فريق هذه ميزة بالنسبة لفريق، هناك أيضا فريق ليفربول يتمتع بجودة كبيرة، وبالطبع لديه محمد صلاح، وهو يحدث فرقا كبيرا في المباريات، ولكن في النهاية أستطيع أن أقول أنه حتى في المباراة النهائية، حتى مع وجود نسبة 50% للفوز لكلا الفريقتين، فإن ريال مدريد لديه فرص أكبر ولديه ميزة أكبر للفوز بهذه المباراة النهائية. ليه في رأيك ريال مدريد له فرصة أكبر في الفوز بالمباراة النهائية، بحكم التاريخ أم بحكم الحاضر؟ أحد العناصر هي التاريخ بالفعل، والعنصر الآخر هو أنه حين نتحدث عن ريال مدريد ومشاركته في هذا دوري أبطال أوروبا، فإن لديه لاعبون كبار ولديه منافسة قوية، وبعد ذلك فإن فريق ريال مدريد أعضاء الفريق لعبوا مع بعضهم مدة طويلة، حوالي 10 سنوات، وهذه ميزة كبيرة لفريق ريال مدريد للفوز بهذه المباراة. عايز اخدك بعيد عن الماتش شويه، هذه المباراه الكبيره بين ريال مدريد وليفربول، واروح معاك لكريستيانو رونالدو. انت راجل اشتغلت في لشبونه، كريستيانو رونالدو من لشبونه، هل ترى ان كريستيانو رونالدو سيبقى مع مانشستر يونايتد ام سيرحل عن الفريق؟ It's a big question. Everybody is making that question. الجميع يسأل هذا السؤال، ماذا سيحدث؟ أعتقد أنه سيبقى في مانشستر يونايتد. أعتقد بعد هذا الموسم السيء، أعتقد أنه
سوف يبني قدراته للفوز و وسوف يظل يبقون ويحتفظون بكريستيانو، ولأنه يحدث فرقا في الفريق، ولا هناك لاعبون جيدون جدا حوله ويستطيعون أن يناضلوا من أجل الفوز. أعتقد أنه سيبقى في الفريق. عايز أسألك سؤال له علاقة بالدوري المصري، انت اشتغلت في الدوري المصري مع نادي الاتحاد السكندري، وعادة تحب الفرق المصرية المدربين البرتغاليين، ليه دايما المدربين البرتغاليين عندهم نسبة نجاح كبيرة مع الفرق المصرية من وجهة نظرك؟ أعتقد أن هناك الكثير من المدربين من البرتغال جاءوا للتدريب في مصر، وأصبح هذا تقليد، حيث أنهم يصنعون لاعبين كبار وفرق جيدة، ونحن نحب أن ندرس التكتيكات الخاصة بالفرق، ونحن ندرس كثيرا ونذاكر كثيرا الكثير من التدريبات والخطط التدريبية. وبالطبع لدينا مثال كبير، وهو هناك أمثلة نجاح مثل مانويل جوزيه وجوزيف زوبايلو، ليوناردو جيردي وجورج سوس ورودي تيتوريا، وهناك الكثير والكثير من المدربين الذين مثلوا قصص نجاح في التدريب ليس فقط في البرتغال ولكن خارج البرتغال. هذا لأن الدول دائما تسعى للحصول على الأفضل. الشيء المهم في المدربين البرتغاليين هما قدرتهم على فهم حقائق الأمور. أتذكر حين كنت في الاتحاد كانت الأمور صعبة جدا، لم يكن هناك كثير من المال ولم تكن الظروف جيدة، وكنا نكافح كفاحا عظيما وكنا نحتاج أن نتكيف مع الحقائق وأن نوجد حلولا للمشكلات. وبالطبع كانت هذه هي وبالتالي هي هذه الخاصية المهمة لدى المدربين البرتغاليين، وهي التكيف مع الطبيعة ومع الأمور الحقيقية لدى الفرق. طيب سؤال أخير ليك، هل تتوقع نجاح جوزفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للزمالك مرة أخرى كمثل النجاحات اللي حققها في الولاية الأولى؟ أعتقد أنه مدربا جيدا، وهو مدرب يتمتع بخبرة كبيرة، يعرف ما سيحدث، ولكن في هذه اللحظة هو يؤدي عملا جيدا جدا ويستطيع أن يفوز بالعديد من المباريات، ولكن أعتقد أن الزمالك سوف يحتاج الكثير من المجهود. والمدرب فيريرا بالرغم من كونه رجلا كبيرا في السن، ولكنه يتمتع بخبرة كبيرة ويستطيع أن يضع الفرق في إطار الكرة الجيدة، ولديه سلوكيات تكتيكية مع اللاعبين ويحافظ على جودة اللاعبين أثناء المباريات، ويعمل ولديه خبرات كبيرة، لعب مع العديد من الفرق ولديه خبرة كبيرة، يستطيع أن يضع الزمالك في مكانة متقدمة في الدوري المصري. المدير الفني البرتغالي ليونيل بونيتش، المدير الفني الأسبق لنادي سبورتنج لشبونة وأيضا نادي الاتحاد السكندري، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة.